السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الفيديو التقديمي لكورس تعليم اللغة الإنجليزية عن طريق الدراسات الإسلامية. أول سؤال عندنا هو الكورس ده لمين؟ أولا الكورس ده لأي حد حابب يتعلم اللغة الإنجليزية وحابب مجال الدراسات الإسلامية أو حابب يتعلم اللغة الإنجليزية عموما، يعني ده بشكل عام. أما بشكل خاص فهو لمعلمي الدراسات الإسلامية لغير العرب او للمتحدثين باللغة الانجليزية. السؤال الثاني، ليه اسمه كورس تعلم اللغة الانجليزية عن طريق الدراسات الاسلامية وليس تعلم الدراسات الاسلامية باللغة الانجليزية؟ للأسف ده مفهوم خاطئ عند معظم الناس، ان انا مثلا لو ضعيف في اللغة الانجليزية وعايز مثلا اعلم دراسات اسلامية فانا محتاج ان انا اعرف الدراسات الاسلامية. لا، اللي محتاج يعرف الدراسات الاسلامية ده بس الشخص اللي هو كويس اصلا في اللغة الانجليزية، بس محتاج يعرف المصطلحات. يعني مثلا لو انا بشرح مثلا في الصلاة وبقول اول فعل اللي بنفعله في الصلاة مثلا اللي هو تكبيرة الاحرام، او اول فعل نفعله عند الدخول في الصلاة وتكبيرة الاحرام، ايه المصطلح الاسلامي اللي انا احتاجته في الجملة دي كلها؟ هو كلمة تكبيرة الاحرام. اما الجملة كلها اللي هي اول فعل نفعله عند الدخول، ده كله انجليزي عام ملوش علاقة بالمصطلحات الاسلامية. وده يوديني السؤال اللي بعد كده، هل مثلا انا اهو كويس في الانجليزي، هل لو انا محتاج اشرح دراسات اسلاميه باللغه الاسبانيه هل كل اللي انا محتاجه هو المصطلحات الاسلاميه باللغه الاسبانيه؟ لا طبعا خالص. فاي حد محتاج يشرح دراسات اسلاميه باللغه الانجليزيه محتاج يتعلم اللغه الانجليزيه الاول. طيب طريقه الكورس هتكون ازاي؟ الكورس كل مره اولا انا هشتغل حاليا بدايه يعني من كتابين، وبعد كده هننتقل على اللي بعدهم ان شاء الله. الكتاب اللي انا اشتغل منه اشتغل تفسير واشتغل فقه. التفسير اشتغل من كتاب المختصر في التفسير بس باللغة الانجليزية. تاني حاجة بالنسبة للفقه هشتغل من كتاب دليل المسلم الميسر باللغة الانجليزية. النظام المحاضرة هيكون ازاي؟ اولا هيكون هعرض لحضراتكم في الاول الكلمات الصعبة اللي احنا هنحتاجها اثناء اثناء الدرس. الكلمات دي والكلمات دي مثلا، ده مثال على درس. بعد كده هاخد كلمة كلمة هقول لك الكلمة دي بتستخدم ازاي، وهديك على مثال، هديك على امثلة كتيرة بالعربي عشان نعرف سياقها ايه، وفي نفس الوقت هديك على مثال بالانجليزي واقول لك ليه انا كتبت المثال ده كده، وليه كتبته مثلا باين جي، وليه ما حطيتش الاين جي، ليه حطيت دي وليه ما حطيتش دي، معنى المثال ايه، لو عايز اغير دي احطها ايه. فناخد امثلة زي ما حضراتكم شايفين على كل الكلمات اللي احنا اللي احنا كتبناها في الاول. بعد كده هيكون عندنا فقرة إسلامية أو موضوع بنتكلم فيه، زي مثلا التفسير هنا بيتكلم عن لماذا سمي سورة الفاتحة بسورة الفاتحة، وهنا شرح سورة الفاتحة عموما، وهنا مثلا معنى البسملة. طبعا لما هشرح تفسير مش هشرح تفسير اللي هو حرفي، اللي هو مثلا مش هقول معنى بسم الله الرحمن الرحيم هترجمها كده اللي هي بسم الله يعني ايه والرحمن الرحيم، لا انا هترجم معناها اللي هو ابدأ مستعينا بالله الرحمن ومعنى الرحمة ولماذا سميت براء، وهكذا اللي هو شامل شوية مش حرفي. طيب ايه المطلوب من حضراتكم عشان تقدروا تستفيدوا من الكورس ده؟ هل لو انا مستواي ضعيف جدا ممكن استفيد من الكورس ده؟ اولا لو انت ما عندكش خلفية خالص عن الانجليزي فالكورس هيفيدك، بس محتاج تتقوى برضو في مبادئ اللغة الإنجليزية، لأن أنا هتكلم عن مبادئها أثناء الشرح، يعني هتكلم عن مبادئها بشكل عملي، أما بشكل نظري اللي هو من البداية خالص ده لأ، أنت محتاجه ممكن تبقى تلتحق بكورس المحادثة إن شاء الله. بالنسبة المطلوب منك في آخر كل محاضرة هعمل تاسك كده المفروض تبقى مطلوبة من حضراتكم، كل حد لازم هينفذها وهيرفعها على الجروب، تمام، على الجروب بتاع المناقشات. وطبعا الفيديو بينزل على القناة، فعندنا القناة بينزل على الفيديوهات والجروب للمناقشات. لو السؤال سريع هجاوب عليه على الجروب، لو السؤال شايف ان هو مفيد جدا ويفيد الناس فده هجاوب عليه في فيديو، وده هيودينا للنقطة اللي بعد كده اللي هي المحاضرات هتبقى امتى. ان شاء الله يوم السبت ويوم الاربعاء هينزل فيديوهات، واحد تفسير زي ما اتفقنا من المختصر في التفسير، وواحد هيكون فقه من كتاب دليل المسلم الميسر باللغة الانجليزية. ده بالنسبة للمحاضرات. بالنسبة
عشان برضو الناس اللي بتسأل هل المحاضرة هتكون تفاعلية ولا لأ. هيكون في يوم الجمعة إن شاء الله بعد صلاة العشاء هيكون في حاجة من الاتنين، يا إما فيديو بجاوب فيه على معظم الأسئلة المفيدة، أو بشرح فيه الأخطاء اللي الناس وقعت فيها أثناء المهام. ده هيبقى في أسبوع. الأسبوع اللي بعده هيكون في لقاء على زوم تفاعلي، بحيث الناس لو عندها أسئلة مباشرة عايزة تسألها بطريقة مباشرة، مش عايزة تكتبها أو عايزة تناقش في أي حاجة وتسأل في أي حاجة عامة، هنجاوبها. هيبقى كده إن شاء الله هيكون سبت وأربعاء، هيكون محاضرات هتنزل عن طريق الفيديوهات، هيكون فيها مهام في آخر الفيديو. بالنسبة ليوم الجمعة هيكون جمعة بجاوب فيها على الأسئلة المهمة، وجمعة هيكون فيها إيه تفاعل. وطبعا محتاج رأي حضراتكم، ممكن نخليها إجابة على الأسئلة وتفاعل في نفس الوقت، يبقوا جمعة واحدة، بحيث إن إحنا كل جمعة يبقى فيه إيه تفاعل. ده طبعا هتركوا لإيه لحضراتكم تشاركوني في الرأي يعني. كده يكون جاوبنا على الأسئلة المهمة، الكورس ده لمين وليه سميته كده، وهل المصطلحات الإسلامية كفاية، وطريقة الكورس، وإيه المطلوب من حضراتكم، ومواعيد المحاضرات. لو في أي أسئلة تانية ممكن حضراتكم تسألوها. وأتمنى بس يكون الجروب للأسئلة المهمة بس، وأتمنى من الناس ما تشاهدش أي حاجة على الجروب غير اللي خاصة بالجروب. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.